تعرفش اللي عجبني فيك أول ما عرفتك؟ صراحتك، واقعيتك بالحياة، ثقتك بحالك. بس برأيك هاي الأشياء الحلوة ممكن تخلينا نكون مناسبين لبعض؟ كيف يعني؟ سليم، أنا موضوع رسالتي بالماجستير كان عن الفوارق الاجتماعية وأثرها على الزواج. أنا ما بقصد هون بالفوارق الاجتماعية الجانب المادي وبس مثل ما بيفكروا كل الناس، لا، في شيء أهم من هيك بكتير، في التنشئة والتربية وأشياء كتير. يعني لشو بدك توصلي؟ أنا فكرت بعلاقتنا لقدام كتير منيح، حاولت أقنع حالي إنه ممكن نكون مرتاحين مع بعض، مبسوطين مع بعض، متفاهمين مع بعض، بس ما قدرت أتجاوز هذا الواقع الاجتماعي. يعني بترفضي علاقتنا، زواجنا؟ أنا برفض المغامرة. يعني زواجنا بالنسبة لك مغامرة؟ ترجاك لا تزعل مني، أنت ما في مثلك بالدنيا كلها، أي بنت بتتمناك، بس أنا مو لك. صراحة أنا هذا الحكي لو سمعته منك قبل هيك كان لازم أحترم رأيك، بس اللي صار إنه أنت طلبتي مهلة تفكري وفكرتي. أنا هلأ بصراحة مش مقتنع ولا كلمة حكيتيها. سوري، لا تزعلي مني، أنا بعد هيك ما رح أحترم رأيك. فرح، أول شيء امسحي دموعك لأنه دموعك أهلي علي. ديري بالك على حالك.